المشكل بدا معايا من الاول. انا يا مربت على وليدات ومكابره معاهم زعما ماشي ما عمرني عقرتهم ما عمرني عايرتهم ما عمرني درت لهم شي حاجه وكبرت ليه وليده ورضعته وبدا معايا ملي ماتوا الوالدين ناض لقى هو خدمت معاه وصبنت ليهم وجات راه ما لقانا قال لك عاد يدخل عليا عاد يدخل عليك المره ردات لي لابيلانس وملي جا قال لك لا ما تدركوش لقى هنايا هلا نهار ثلاث نهار الجمعه نهار الجمعه جاب لينا نهار اثنين جاب لينا سديد عاد نهار ثلاث ما تفاجئنا تا نسمع في الدقان انا ما تفاجئت تبان لقى الراجل تسبقهم دخل وهو ما عندوش الحق يدخل جاي داعيني مصيفط الشرطه خليهم هما يديروا خدمتهم انا ما هاربه حتى من شي حاجه حتى حاجه ما هاربه منها خاصو يدير معايا حل وانا راه ما نايضاش من هنا الا بالموت ولا بالعيشه ولا اللبغة الا ما دار لي الحق ديالي انا بوليداتي وعدي اليتام وعدي جوج باقي بلا شي واج وانا طالعه في 60 عام وانا هنايا داك الجدر ديالي في اللويزيه عندي الكاغط عندي الحاله المدنيه عندي البطاقه تاع المدرسه عندي الجلبات عندي البطاقه تاع المدرسه على هادو فين دارو كتجيب شهاده السكنه من لاكولين الكبار نجيب لهم من اللويزيه والصغار نجيب لهم من الدريجات هذه راه كنجيبها من شهاده السكنه علاش كيعطوني شهاده السكنه ملي باغيني يفرغوني ويجرو عليا علاش على اللي مالي شمالي يهوديه انت جيت اللي جاو عاوننا امس دار لهم الحق ديالهم وانا اللي حيله وميله شرت انا ولادي سولي علي من الجدر حتى الفوق الطلب ديالي دار لي الحق ديالي بغيت الحق ديالي انا راه ما خارجاش من هنا الا ما دار لي الحق ديالي علاش انا مالي مسكينه ما حنت ما عنديش انا عدي الله عدي الله اللي خالقني هو اللي واقف معايا كبرت مع الدراري ولاد الدوار انا راه الام ديالهم الام ديال مالين الدوار ما عمر شي واحد داز عليا ولا حك عليا يقول لي الميمه وانا مريضه عندي طانسيو كنا نطحت تما كني ما كاين لا ولادي لا بناتي لا حتى واحد ما كاين شو غادي يهزني ها اشني قال هذيك دعوا على القوه في افريقيا وداروا الباسبور ديالهم وانا اللي بنت البلاد هنا دايره قيطون مالي انا راه قاعي فضله ساكنه راه ما نايضاش من هنا ما نايضاش على ما دار لي الحل ديالي لا بالموت ولا بالعيشه يهزوني في المرفع من هنا اشنو كاين شي قانون ولا ما كاينش ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.